السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن تعنيف الأطفال والطفولة في العراق بشكل عام، وأيضا العنف الأسري الموجود في العراق اليوم، والأسباب التي أدت إلى تصاعد هذه الحالات في العراق التي نشهدها اليوم ونسمع عنها بين حين وآخر، وكيف وصل المواطن العراقي إلى هذه الدرجة، وكثير من العراقيين أو يعني بعض خلينا نقول من العراقيين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الشدة والوحشية في التعامل مع أبنائهم، مع زوجاتهم، مع أفراد عوائلهم. نبدأ من مفوضية حقوق الإنسان في العراق التي قالت بأن تزايد حالات التعذيب الوحشية بسبب تفشي الإفلات من العقاب وغياب دور الدولة. طبعا هذا الحديث جاء بعد ساعات من انتشار فيديو لتعذيب طفل عراقي على يد والده. طبعا حمل عضو المفوضية على البياتي السلطات الحكومية مسؤولية تفشي ظواهر التعذيب، لافتا إلى أن تفاقم انتشار الأمراض النفسية وتعاطي المخدرات داخل المجتمع العراقي مع الإفلات من العقاب وغياب دور الدولة وإنفاذ القانون حول الحياة في العراق أدى إلى أسوأ أن يكون الوضع أسوأ من غابة. كذلك كشف تقرير لرئاسة محكمة استئناف الرصافة في بغداد عن تسجيل أكثر من 1500 حالة عنف أسري خلال 3 أشهر فقط، وتصاعدت أيضا هذه الحالات خلال السنوات الأخيرة، حالات العنف الأسري في العراق نتيجة الأزمات المتلاحقة، ضعف القانون وكذلك فوضى التشريعات. لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية قالت إن انشغال الكتل السياسية بمصالحها الخاصة وحملاتها الانتخابية وتعمد بعض الكتل عدم إكمال النصاب داخل مجلس النواب وغيرها من الأسباب ساهمت في عرقلة سن قوانين لحماية الطفل. أيضا أكدت اللجنة أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن الطفل العراقي في وضع سيء جدا، لأن العائلة لا تستطيع أن تحمي الأطفال بسبب الظروف الاقتصادية، وأكدت أن الأطفال بحاجة ماسة إلى ظروف آمنة، ولفتت أيضا إلى أن الطفل العراقي يفتقر إلى حماية من الناحية القانونية حتى هذه اللحظة. واتهمت الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه الطفولة من حيث توفير حياة آمنة كريمة لهذه الشريحة. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم عن هذه الأسباب التي أدت إلى تصاعد العنف الأسري وتعنيف الأطفال وعمالة الأطفال وهذه الحالات التي نسمع عنها في العراق اليوم. لماذا تصاعد أو لماذا يتصاعد العنف الأسري في العراق؟ هل يمكن تحميل رب الأسرة فقط مسؤولية تعنيفه لأبنائه، في حين نهمل أن الدولة لم تضع القوانين والأطر المناسبة لحماية حقوق الناس؟ هل يمكن تحميل شخص واحد مسؤولية مشكلة، في حين نهمل أن هذه الدولة تعمدت ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، وبالتالي اليوم كل واحد يستطيع أن يفعل ما يريد وهو يشعر أو مطمئن أنه لا يوجد من يحاسب ولا يوجد قانون يعاقب على هذه الجرائم؟ ضمن الأخبار أيضا مشاهدينا الكرام، مدير أو معاون مدير تربية نينوى وخالد شاهين عزى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في المحافظة إلى انقطاعهم عن الدراسة بين عامي 2014 و2017، ما رافقها من حرب مدمرة وظروف اقتصادية صعبة، وقال بأن هذه الأسباب أدت إلى نزول الأطفال إلى ساحة العمل، وهي أسباب رئيسة لارتفاع معدلات التسرب من المدارس. وتشير إحصائية أخيرة أجرتها مديرية تربية نينوى عام 2020 إلى تسرب نحو 20,000 طالب من المدارس، معظمهم من المدارس الابتدائية، فيما سجلت المحافظة أعلى معدلات الفقر في البلاد والتي بلغت 39% بحسب مديرية إحصاء نينوى. لماذا نرى اليوم هذه الحالات من تسرب في المدارس من عمالة الأطفال؟ ألا تتحمل الحكومة مسؤولية ما يحدث للأطفال في العراق؟ ألا تتحمل مسؤولية نزول الأطفال إلى ساحة العمل؟ لماذا لم توفر حياة كريمة للمواطن العراقي، وبالتالي يسيطر الأب على أبنائه ولا يستطيع أي طفل أن يقوم بهذا العمل؟ في دول كثيرة حول العالم طبعا لا نرى هذه الحالات، ونرى الطفولة مهتم بها من قبل الدولة الراعية، ونرى الأطفال يعني بمعنى آخر مقدسون إذا صح التعبير والوصف، من ناحية توفير البيئة الآمنة، ظروف الملائمة للدراسة، الحياة المعيشية وغيرها من هذه الأمور.
لماذا في العراق البلد الغني الثري لم توفر حكومات ما بعد الاحتلال هذه المقومات للإنسان وللطفل بشكل أخص؟ طبعا قسم الأمومة والطفولة في جامعة ديالى أكد أن المشاكل والضغوط النفسية والاجتماعية التي يمر بها أفراد الأسرة العراقية اليوم باتت تقود إلى العنف ضد الطفل، فضلا عن نقص التعليم وانتشار الجهل في المجتمع وانتشار العنصرية وعدم المساواة. أوضح تقرير بحثي للقسم أن الأسباب الاقتصادية كالفقر وتراجع الوضع المعيشي للأسرة والبطالة والسكن غير الملائم كلها أسباب ساهمت بارتفاع وتيرة العنف ضد الأطفال، وبيّنت أن هناك ما لا يقل عن 40% من الأطفال في العراق يتعرضون لعنف أسري داخل منازلهم، فيما 60% منهم يتعرضون للعنف عموما من مصادر أسرية وغير أسرية. طبعا الحكومة في عام 2019 في أواخرها قامت بإقرار قانون العنف الأسري، ولكن طلبت من البرلمان أن يناقشه لتمريره كذلك ويشرع هذا القانون. حتى هذه اللحظة لم يشرع قانون العنف الأسري في العراق، ولا يزال هذا الموضوع يطرح علامات استفهام كثيرة عن الأسباب التي تمنع حكومات الاحتلال من إقرار قوانين تدافع عن حياة الناس، تحمي الأسر الأطفال والنساء من التعنيف، وأيضا تحفظ حقوق الجميع. في النهاية الرجل أيضا هو جزء من هذا المجتمع ولديه حقوق وعليه واجبات. فبالتالي لماذا تهمل حكومات الاحتلال أو أهملت، هل هي متعمدة أم غير ذلك، لماذا أهملت تشريع القوانين التي تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته وإنسانيته كذلك، وتمنع هذه التصرفات وهذه الأخطاء التي ترتكب ضده من تعنيف أسري أو مجتمعي أو غير ذلك من هذه الانتهاكات؟ معنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم البطل، حياك الله. الله يخليك أستاذ محمد. بالنسبة للتعنيف الأسري واللي انتشر بشكل كبير بالفترة الأخيرة، نعم، هو سبب الثقافة السادت عندنا بعد 2003، وخاصة أنه إحنا مرينا بظروف حرجة ومشاكل كثيرة في البلد وفتن وكثير من الأمور. نعم. إضافة إلى أنه عندنا الأمر الآخر اللي هو المتعلق بال ثقافة الإنترنت التي أثرت بشكل كبير. نعم. خاصة الأمور السلبية من عنده. فهذه أثرت بشكل كبير على شخصية الطفل وعلى تركيبة العائلة. نعم. والمجتمع العراقي. لذلك كانت هذه الأمور هي أساسية في نشوء هذا العنف. نعم. الأسري تجاه الطفل. سيد أبو محمد، هناك تأكيدات من جهات حكومية رسمية داخل العراق أن الضغوط النفسية والمعيشية والاقتصادية والظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق والتي يعيشها أيضا المواطن العراقي أسباب تضغط على المواطن، وبالتالي تدفع بهذا الاتجاه التعنيف والعنف والاضطرابات والفوضى. يعني هل يمكن تحميل هذا الموضوع مسؤوليته على رب الأسرة الذي قام بتعنيف ابنه، أم تتحمل المسؤولية المنظومة الحاكمة بشكل عام التي أشاعت الفوضى وبالتالي أثرت سلبا على سلوك المواطن العراقي؟ أستاذ محمد، أكيد السبب الأول والأخير هو سياسة الحكومات. يعني مو كل شيء يخلي على عاتق رب العائلة. رب العائلة أيضا عنده مسؤوليات كبيرة، مثل توفير رقمة العيش للابن. نعم. أو البنت، وتوفير كل مستلزمات الحياة. وأيضا الدولة كان لها دور كبير، أو الحكومات المتعاقبة، لأن يصح عليهم مقولة الدولة، ناس هم بعيدين. نعم. عن مفهوم الدولة. هاي الحكومات المتعاقبة إضافة إلى السياسات المتعمدة أيضا ساهمت في تدمير التعليم في. نعم. وفي العراق. ولذلك احنا نشوف قرارات وزارة التعليم العالي وقرارات وزارة التربية أغلبها هي قرارات ساهمت يعني بتعزيز
التمرد ضد الطالب عندنا او الانسان نعم. اللي هو ضمن السلك الدراسي. نعم. يعني انكم عندكم علم اكيد انه شنو القرارات هذه. مثلا احنا عندنا هسه جاي نعاني من عندها انه طالب بدا يعتمد اعتماد كلي انه مثلا مساله الدخول الوزاري انه هو راح ينطونا 3 دروس ويعطونا 10 درجات، فبدا يقيس او يخلي جهده انه بالدراسه على هذا الاساس. مو مثل قبل يعني تلقي اكو قانون صارم انه الطالب يعرف انه هذا القانون ثابت. فبدت الشريحه هاي الكبيره من المجتمع انه اللي هم شريحه الطلاب او دون 15 سنه او فوق ال 15 سنه بداوا يتاثرون بسبب سياسه الحكومات هذه وبداوا يعتمدون. اذا السبب الرئيسي منه؟ اذا هم الحكومات اللي تنطي مثل هيش قرارات يعني ادت بالنهايه الى التسيب والاهمال والاعتماد على هذه القرارات التي هي اضعفت من شخصيه الانسان. اشكرك سيد ابو محمد من السماوه، ويانا السيد ابو عمر من بغداد. تفضل يا ابو عمر، حياك الله. حياك الله استاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين البطلة، وحيا الله مشاهديها. الله يسلمك، اهلا وسهلا. استاذ محمد، بالنسبة العراق اللي مر بي من 2000 وحد 2003 ولحد هذا يومنا، نعم، يعني العائلة العراقية نقدر نوصلها بصورة عامة تختلف عن قبل 2003. نعم. ما كان عندنا العنف الأسري، وما كانت عندنا يعني الفقر اللي بكثرة اللي مر بالعراق من 2003 لحد الآن. نعم. هاي الأمور ما كانت موجودة، لا التعذيب الأطفال، لا قتلهم، لا إهمالهم، كانت يعني نقدر نقول الدولة كانت مهتمة بالأطفال. نعم. أكو مدارس، أكو رعايات اجتماعية. نعم. أكو روضات، أكو مراكز ترفيهية، أكو كان للأب أنه يعمل، أكو كانت الأم أيضا تعمل. كل هاي الأمور اللي تساعد العائلة العراقية كانت في وقتها، يعني ما كانت أكو عائلة عايشة بصعوبة وعايشة بحرمان. كل هاي الأمور كانت متوفرة لأبناء الشعب العراقي، خاصة من الطبقة الفقيرة، يعني ما كانوا يشكون من أي هم، وما كانوا يشكون من أي أمور أنه بالحياة أنه أكفت صعوبة أو أكفت يعني حرمان. لكن للأسف الحكومات المتعاقبة واحتلال الأمريكي اللي دخلوا للعراق، والحكومات اللي خلت يعني حق المواطن العراقي يعني بحيث أنه ما خلت أهمية للعائلة العراقية، وما خلت يعني للأطفال لهم مكانة، وما سوت لهم لا فتحت مدارس لا خد شغلات تفيد من هاي الأطفال تنميهم للأب كذلك، وظفت لأعمال. سيد أبو عمر، هناك من يرى من العراقيين أنه عدم اهتمام الحكومات الاحتلال بموضوع الطفولة والتعنيف الأسري والمشاكل الاجتماعية، أن هذه الشريحة ليست شريحة انتخابية، ليست مادة انتخابية للاستفادة منها، وبالتالي وجودهم مثل عدمة في نظر هذه الأحزاب، هكذا يرى البعض. هل أنت متفق أن هذه الأحزاب تنظر فقط للمادة الانتخابية لمن يوفر لها الفرصة للبقاء في العراق مدة أطول؟ أكيد أستاذ محمد، أكيد. يعني حكومات وسلطة الأحزاب وأي حكومات اللي توصلت من 2003 جميعهم هاي الأحزاب والحكومات السياسية اللي جاتكم ما تنظر للمواطن العراقي بصورة عامة. يعني نسبة العراق 38 مليون نسمة، يعني ما تنظر لهم أنه تقدم لهم يعني كل شيء باللي يخص له والمواطن اللي يوصل له. كل هاي بس مختصين على ناس يعني إلهم تابعين ومستفادين من عندهم. نعم. الأوائل اللي ناس مستفادة من ضمن هاي الأحزاب، كيف إنه يعني مطيهم يعني التعيينات، مطيهم يعني العمل، مطيهم وظائف العمل كلها،
ناس مستفاد، فما عندهم اي مشاكل يعني. اما الطبقه الفقيره، الناس اللي محتاجه او العوالي اللي متدمره وقاعده يعني بيوت الطين، قاعده يعني تحت الخيم، يعني هواي اكو امور هذه تولد مشاكل من يعني ظروف المعيشه وظروف الطبقه الفاسده اللي جات. اكو ما تنظر للمواطن العراقي بصوره عامه. يعني هسه نسبه الفقر عندنا بالعراق 60 الى 70%. طيب هاي تولد يعني حالات، يعني حالات الطلاق تولد حالات، يعني الاطفال شنو ذنبه من يكون يولد بالدنيا ابوه وامه ما موجودين على راسهم. طيب هذا شلون راح يتربى؟ شلون راح يكون عنده جيل؟ هذه سببها هي الحكومات اللي تنظر للشعب العراقي، واللي لازم ان تراعي الطفل، لان هم جيل المستقبل واجيال المستقبل. يعني كل الحكومات اللي حكمت العراق تنظر الأطفال وتقدم لهم يعني الرعاية والألم والفهم ومكتسبات الحياة اللي غصبا مع الحكومة تقدمها لهم. احنا حكومات اللي شو قدمت العراقيين؟ كل شيء ما قدمت ووفرت لهم اي شيء، لا مدارس لا روضات، لا قدمت لهم اي وسائل الراحة. فلهذا نلاحظ يعني العنف الاسري من الاب يكون عصبي، ملاقي عمل او شغله قاعد بجار او هواي امور يعني. صحيح. يعني تولد هاي مشاكل للعائله العراقيه. طيب وسببها سيد، هي حكومات تتحملها. وصلت الفكره سيد ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيده ام حسين من بغداد، تفضلي يا ام حسين حياك الله. السلام عليكم يا ابا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم يا ابا. يا ابا عندي بنيه عمرها 7 أشهر مريضه بهذا النمو، وخذنا بغداد. نعم. ما خلينا العام، فقدنا طفل عمره 9 أشهر. نعم. واريد من الله ومن عندكم تصلون صوتنا مصطفى الكاظمي للبزاز، رحم الله والديه. طيب. وما تقصرون، وامها قاضيه والله فدنا ابو يعني ميت، هي بنت جنسي. وهاي طيب. وينها يمي؟ ما خلصت مدينه الطب رحت وقالوا لي راح تقابلين الوزير. يعني سيده ام حسين انت تبحثين عن تكلفه العلاج يعني؟ اريد تستخرونها كل شيء ماري. نعم. والمروه مروتكم وتحجون انتم قاعدين، والله يحفظكم يا ابا ويعطيك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا سيده ام حسين. شكرا جزيلا، ان شاء الله وصل صوتك. اشكر حضرتك للمشاركه. طبعا مشاكل العراقيين كثيرة حقيقة مشاهدينا الكرام، وتستمعون بين حين وآخر إلى شكاوى ناس، عوائل بسبب مرض، بسبب حاجة، بسبب ظلم وقع عليها، وهناك قصص كثيرة حقيقة ومشاكل كثيرة. نحن نتساءل لماذا وصل حال المواطن العراقي إلى هذا السوء، إلى هذه الدرجة من السوء؟ هل يلام الشخص الذي قام بتعنيف أسرته أم تلام الدولة؟ وطبعا هذا الموضوع لا يبرئ ساحة من قام بارتكاب انتهاك وحشي ضد ابنه أو بنته أو زوجته. وطبعا أشكال التعنيف الأسري كثيرة في العراق، ولا يبرئ من قام بالاعتداء على أفراد أسرته بأي شكل من الأشكال. لكن يبقى السؤال، لماذا لم توفر حكومات الاحتلال أي صيغة أو قانون وطبقته على الأرض يحمي حقوق الناس ويحافظ عليها؟ لماذا لم تطبق القوانين المعنية بمناهضة العنف الأسري ومحاولة حماية أفراد الأسرة من العنف بكل أشكاله وأنواعه، إن كان جسديا أو نفسيا؟ لماذا تركت الموضوع فوضوي بشكل عام في العراق وهناك حالات انتهاكات كثيرة، ولا يزال الإفلات من العقاب هو السمة السائدة في هذا البلد؟ لماذا ترك العراق على هذا الحال طيلة هذه السنوات، وهي هذه الشخصيات أو هذه الأحزاب التي جاءت تحمل شعارات رفعت بشعاراتها الإنسان أولا وضعته أولا، وثم بعد ذلك أمور كثيرة لكن لم يحقق منها أي شيء على أرض الواقع اليوم؟ هناك أيضا خبر دعونا نقرأه لحضراتكم. طبعا مع بدء العام الدراسي الجديد وتفاقم نسبة عمالة الأطفال، عدم حصولهم طبعا على فرص تعليم جيدة وحق تعليم في العراق، أيضا هناك مبادرة قام بها أحد الشباب
وهو يدعى سوران بإقامة مدرسة صغيرة متنقلة في إحدى حدائق مدينة السليمانية لتعليم الأطفال العاملين في الأسواق والأزقة والذين هم أغلبهم من النازحين واللاجئين. هؤلاء الأطفال لا يستطيعون طبعا الدخول إلى المدارس بسبب مشاكل مادية أو متعلقة بأوراقهم الثبوتية وغيرها. هذه مبادرات تأتي بين حين وآخر من جهات أو من أفراد، لكن نتحدث عن دور الدولة، الدولة ذات المليارات، الدولة ذات القوانين والتشريعات، ذات القدرة والوزارات، أين هي من توفير البيئة الملائمة للطفل العراقي للعيش في ظروف صحيحة من ناحية التعليم، من ناحية الظروف الصحية الاجتماعية الاقتصادية الملائمة الأمنية على رأسها طبعا؟ لماذا يترك الوضع في العراق بهذا الشكل الفوضوي ويريدون من المواطن العراقي أن يقوم بانتخابهم؟ طيب ينتخبهم على شنو بالضبط؟ الناس التي تريد أن تشارك في هذه الانتخابات وتنتخب هؤلاء، هل نظروا إلى أسرهم وحال المجتمع العراقي وحال الأسر الموجودة في العراق، حال الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، السياسي، الاجتماعي؟ هل نظروا إلى هذه الجوانب وقالوا بأن هذه الحكومات حققت لنا شيئا وبالتالي تستحق أن تنتخب؟ مشاهدينا، أيضا ضمن الأخبار لدينا طبعا منظمة اليونيسيف تؤكد أن هناك نحو 80% من الأطفال في العراق تعرضوا للتعنيف الجسدي أو النفسي، ولا تعد هذه الأرقام غريبة طبعا بالنظر إلى ما يمر به العراق من تدمير ممنهج للمجتمع عن طريق نشر التخلف وتغييب الوعي وتفاقم البطالة وتفشي الفقر، والأخطر من ذلك هو تحويل العراق إلى ساحة مفتوحة لتجارة المخدرات والبشر. ظروف كثيرة حقيقة تؤثر على الواقع الاجتماعي في العراق وعلى وضع الأسر العراقية وظروف أو حياة الطفل العراقي وحياة المرأة العراقية، ظروف كلها تنعكس على المواطن العراقي سلبا. هل يتحمل، ونكرر السؤال، هل يلقى باللوم على من قام بتعنيف ابنه أو زوجته؟ وطبعا كما قلنا هو لا يبرأ أو لا تبرأ ساحة هذا الشخص، لكن هل اللوم يلقى على فرد أم يلقى على مؤسسة كاملة، على منظومة كاملة هي الدولة بحكوماتها بأحزابها بوزرائها ونوابها التي لم توفر ظروفا معيشية صحيحة للمواطن العراقي؟ مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لنكمل الحديث بشأن هذا الموضوع، بشأن التعنيف الأسري في العراق والظروف الصعبة التي يمر بها الطفل العراقي. كنا تعبانين وكذا ربع لحام حاير داخل بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر عليك حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذه الفقر هم كذبة. أقول لك كذبة يعني. أعرف بلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق. تجيك تطيح رواتب؟ نطي في حدود 4.5 مليون رواتب موظفين. 1.5 مليون مال متقاعدين. تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية. الله إن شاء الله يشفعنا ويشفع كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه أنت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني، بس وجبة واحدة للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبة واحدة. يعني غدا ماكو، بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا انا اقول لك يا خليني، لاني اروح انهار واقع والله. انا تعبان. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. هذا المقطع اللي شاهدتموه، هذا الرجل الذي تحدث بألم يخرج من داخله يعبر عن واقع مأساوي يعيشه هو وكثير من المجتمع العراقي. كيف به وهو يدخل على بيته، على أسرته، وهو يعاني من ضغوط نفسية شديدة وضغوط اقتصادية وظروف أمنية صعبة في هذا البلد؟ كيف ستنعكس على أسرته، على أطفاله وزوجته؟ هذا حال كثير من العراقيين الذين يعيشون داخل هذا البلد في هذه الظروف القاسية، إن كانت ظروف اقتصادية كما قلنا، اجتماعية، سياسية، أمنية.
وهناك مشاكل كثيرة حقيقة يعاني منها المواطن العراقي تنعكس سلبا بالطبع على الواقع. وبالتالي يبقى السؤال هو ألا يجب على هذه الحكومات أن ترحل بعد كل هذه الفوضى التي سببتها؟ ألا تتحمل هي مسؤولية ما يحدث للمواطن العراقي من ضغوطات نفسية تؤدي وتنعكس سلبا أو يعكسها هو سلبا على أسرته؟ ألا تتحمل هذه الحكومات مسؤولية ما يحدث للمواطن العراقي بشكل عام؟ ويانا السيد مزاحم من نينوى، تفضل حياك الله. مستاذ أهلا وسهلا، تفضل يا سيد مزاحم. مزاحم من نينوى تسمعني؟ ما يسمعني. ما مزاحم موجود؟ موجود. أنا دا أسمعك، دا أسمعك يا مزاحم، تفضل احكي لو سمحت. من 2015 قدمنا على رعاية حتى الآن ما جت أي سنة. من 2015؟ إي والله أستاذ، وحاتلي صاحب عائلة. نعم، ليش ما حصلت على الرعاية؟ أستاذ ما في كل واقفات. نعم. شلون شلون تعيل شلون تعيل أسرتك يا مزاحم؟ نعم أستاذ. شلون تعيل الأسرة يا سيد مزاحم؟ والله أستاذ معك شلون؟ ليه الله. نعم. برأيك ليش ما توفر الحكومة بدل رعاية اجتماعية للمواطن العراقي؟ والله أستاذ معك ما يصرفون ما ماذا يشوفون حال الناس والوضع الاقتصادي الصعب والظروف الصعبة اللي دي يعيشها المواطن؟ والله أستاذ يشوفون. لعد ليش ما يتدخلون؟ أستاذ يشوفون بس ما يسوون. ما يسوون شيء، ويريدوك تروح تنتخبهم يا مزاحم. يريدوك تروح تنتخب أنت وأفراد أسرتك. على شنو الواحد يروح ينتخبهم إذا هم ما موفرين شيء؟ أستاذ ما انتخب الله، أكلف. نعم. الدولة اللي ما تحس بظروف الناس الصعبة شلون تريد تبقى على رأس هاي الحكومة وشلون تريد الناس تنتخبها؟ نعم. سيد مزاحم أنا أشكر حضرتك. أي تفضل. عارف ايش مستعد والله حق تعبان، هاي عامل صاحب عائلة بيتزوج. نعم. اي والله سلام. نعم. سيد مزاحم الله يكون بعونك، انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه. نتمنى هذا الصوت يصل الى من يهمه الامر. حال الناس صعب جدا، وخاصه مع خفض قيمه الدينار العراقي وفيروس كورونا وما سببه من تاثيرات اقتصاديه كبيره على العراق. طبعا هو كان له انعكاس اقتصادي على العالم، لكن نتحدث عن العراق بالذات. هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة فاقمت من معاناة المواطن العراقي مع ارتفاع الأسعار وغلائها، وكل هذه الضغوطات تنعكس على أسرة المواطن العراقي، على الأسرة العراقية سلبا، فيتأثر بها الطفل وتتأثر بها المرأة ويتأثر بها الرجل والمرضى والمحتاجون. وهذه الحكومات لا تنظر إلى هذا الحال ولا تنظر إلى هذه الظروف، تريد الناس أن تذهب لتنتخب. طيب ينتخبوا على أي أساس؟ لا أحد يعلم. كرار من الناصرية، تفضل يا كرار. نعم. أولا تحية لك القناة جمهور الرافدين الفضائي. حياك الله. اليوم يعني الحكومة دورها وين؟ دورها غايب عن المواطن، يعني المواطن لا عنده خدمات، لا عنده صحة، لا عنده تعليم زين، لا عنده راتب رعاية مثل ما سوى طلع الأخ مزاحم يدور على راتب رعاية. فجاي نشوف يعني البطالة كثرت، نسبة الفقر وصلت فوق 40%. يعني تيردون هم يطلع الشارع ينتخبهم على شنو؟ ينتخبهم على سواد وجههم اللي اجونا واللي حكموا البلد بالميليشيات والقذف، تطلع عليهم الطالب حقه راح يقتلونه. طبعا اليوم المواطن العراقي ما مرتاح بعيشة، من يطلع يريد يروح يراجع على أبسط الأوامر، يروح لدارة وما يراجعها يقول له لا مو يمنا الشغل، يروح من عرقلة لعرقلة من ضغوطات الضغوطات بحيث ما تجرى الإجراءات بصورة قانونية بصورة صحيحة. إذا عندك عرف وقاس عندك واسطة
يجي الموظف ترشيله هاي خاطر يمشي لك معاملته شيء اكيد بالتالي وهذا وين يجي تحركه المواطن راح يجي عائلته تسرده وينتج على هاي الحالات يعني الغير قانونيه بأنت احنا يعني ليش ما احنا دول الخليج مو تجارتنا جاي نشوف يوم بيا حاله مثل هاي الحالات اللي جات تصير عندنا في الاسري او غيره ليش بس العراق يعني المواطن ما مرتاح ما مرتاح من هاي الحكومه لا مرتاح من هاي الاحزاب لا مرتاح من هاي الميليشيات طيب سيد كرار اكو ايضا مشكله اليوم بدنا نتحدث بها بشكل خاص في العراق وهي قضية الأطفال ما يعانونه أطفال العراق من تعنيف أسري ومجتمعي ومن عمالة يجبر الطفل في العراق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة أن ينزل لسوق العمل وهناك موضوع التسرب من المدارس والهروب منها هذه مشاكل كثيرة تؤثر على الطفولة في العراق على أجيال العراق المستقبلية اليوم الطفل العراقي لما يعيش في هذه الظروف القاسية في ظروف الحرمان والفساد والسرقة والفوضى والدمار والانتهاكات الجسدية والنفسية شلون ممكن لما يكبر يطلع إيش حيكون هذا الطفل وهو ينظر وهو يعيش في بيئة خربة بيئة ما بها أي مقومات الحياة نعم أستاذ فاضل أكيد يعني ميتج الطفل يطلع يعني الجاي يعني لو مجرم لو يطلع قاتل ما يطلع يعني يعني انت ما جاي تطور لك مجتمع خاطر يطلع بالتالي مواطن صالح، انت جاي تعلمه، انت ما جاي توفر له تعليم زين، لا جاي توفر له صحه زين، يعني الاطفال جاي يشوفهم بالتقاطعات جاي يبيعون الفلس، نعم جاي يمسحون الجام، خاطر يحصل له 400 و500 والشمس تدق فيه، بالتالي هو حتى وطنيه ما عنده يعني ما يحس لان يعني الوطن تعبان عليه جاي مقعده ومدرسه باقي المدارس وصحه صحه وتعليم احسن تعليم، بالتالي الشخص من يطلع حتى يطلع ولاء لغير دوله لغير يعني بعد من تجي انت وتقول له يابا روح جيب لي مواطن بدنا احنا نفجر بسرعه يروح لان طفل لان هو محتاجه يعني مو وطني مو حرص على وطني انا ذاك ما خرب ليش لان وطني خاف علي خاف يخرب بالتالي ما اروح اجيب واحد فاسد يحكمني هذا خطاب للشعب لا ما اجيب واحد فاسد يحكمني ليش لان خاطر لا ينهب خيراتي لا نشوف الشعب يطلع على مود 25 او على مود خاصر الدجاجي اللي هو شنو قيمتي او على مود شيء يروحون يتحفون عمار الحكيم يتحفون غيره هو بحاجته بينما الشعب يوم تطور وعند وعي كان ذول الفاسدين ما يجيهم للسلطه ما ينتخبهم ما يطلع عليهم ذول يحكمون 18 سنه شنو يوفرون احنا سوى خلي واحد يكون عقله براسه يابا انا من جبت السياسه صار 18 سنه يحكمني شنو يوفر لك؟ لا صحه فيها خير لا تعليم فيها خير يعني الطفل بالشارع جاي يشوف اولادك جاي يدسهم خاطر يشتغلوا لك ومن اللي يطلع ابنه يشتغل غير العاجز غير ما عنده لا رعايه ولا عنده اراده شهري يطلع ابنه يشتغل طيب سيد كرار أنا أشكر حضرتك للمشاركة ويانا السيد محمد من نينوى تفضل يا محمد سيد محمد يا ريت لو تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف فقط لو سمحت السيد محمد من نينوى نعم تفضل حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله شلونك أستاذ اهلا وسهلا حياك الله على مود اني من نينوى اي نعم على مود الرعايه اي تفضل اني 8 فرات انتم 8 فرات فرات خليت مكان ما قدمت رعايه نعم واني رجل اني رجل مريض وعندي تكليف نعم اي ما خليت مكان ما قدمت الرعاية ما عندي ما أعرف شو نعيش أنا دقدر هذا الوضع بس هم أريد أسألك يعني شون عايش يا سيد محمد وانت برقبتك 8 فرات يا أستاذ العزيز يعني انت ما محلتني صادق يعني ال- 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 الناس الشرفاء الناس الشرفاء مثلك يا الله يحفظك اي شيء يعني اي شيء اي حاجه مثل ما يقولون اي حاجه اعيش بالقوه يعني بالقوه نعم الله يعينك يا نعم سيد محمد اتمنى صوت حضرتك يصل لمن يهمه الامر لاصحاب الخير الموجودين بالعراق الحمد لله لا يزال الكثير منهم موجودين ولا يزالون يقدمون مساعدات نحن نتكلم عن أفراد ومؤسسات خاصة وليس عن الحكومة هذه السلطة سلطة المليارات
التي ينفق فيها اليوم المرشح 5 ملايين دولار على حملته الانتخابية وهذه الأصوات تأن في العراق. أنا أشكرك سيد محمد وأتمنى هذا الصوت يوصل ويوصل لعل وعسى إلى هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات وهم ينفقون بحسب لجنة النزاهة البرلمانية 5 ملايين دولار. كل نائب مرشح للانتخابات أو كل شخص يرشح للانتخابات ينفق هذا المبلغ 5 ملايين دولار حملات انتخابية، وهذه الأموال بإمكانها أن تنتشل كثير من العراقيين من الفقر. وأعداد العراقيين اليوم بحسب الأرقام الحكومية والصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة تجاوزت 7 ملايين أو 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهناك أرقام قابلة لرفع هذا الرقم بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وأزمة كورونا وانخفاض قيمة الدينار العراقي. يعني ممكن نتوقع 11 مليون أو 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر اليوم، وكل هذه الضغوطات كما قلنا تنعكس على الأسر العراقية سلبا وتؤثر إلى المشاكل الاجتماعية التي نسمع عنها بين حين وآخر. معنا اتصال السيد محمد من أمريكا، تفضل. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون زحمة حتى لا تجيبون هسه أكبر واحد، هم مجرمين، حرف دولة مجرمين. نعم. دولة ضد الشعب، لا لهم قتلة الشعب دولة من 2003 لحد الآن 2021 احنا، هم دولة دمروا البلد، هم دولة أهل العبائي. نعم. هم هجموا البلد هجم من 2003 لحد الآن. هل يعقل يا سيد محمد، هل يعقل انه العراق هذا البلد الغني اطفاله يسرحون بالشوارع وبهذه الظروف القاسيه؟ هم يريدون هيك، ايران تريد هيك ابن عمي، ايران تريد هيك، ايران تريد هيك، يقول لك الحرب بعدها ما منتهيه بيننا وبين العراق، ايران تريد هيك. هذول الاحزاب القدره الحجه هم أولاهم إيران، ليس أولاهم للعراق. نعم. هم دولة أهل العماية يدعون بالدين، متفرر منهم الدين دنيا وآخرة. سيد محمد، كرار من الناصرية حكى كلمة جدا مؤثرة مرت أثناء الكلام لكنها لها تأثير مستقبلي على أطفال العراق. يقول لك هذا الطفل اليوم اللي عايش في هذا البلد اللي عايش به بحرمان ويعاني من مشاكل نفسية وجسدية بسبب الانتهاكات وغيرها، ويباوع على بلد الغني ومدى يقدر يحصل منه شيء، هذا شلون حيكون إلى ولاء للوطن؟ والله ابن عمي يطلع مجرم هذا ماكو، ما كنا ضد الشعب حتى ضد الأطفال. قال لك يا واحد استهوى قاتل زوجته، المحققين كل كلاوات يفقون على العالم حتى يقتلون بالعالم. هي خطة إيرانية، ما يريدون العراق يسقط، خطة فارسية هاي. نعم. تحكمهم إيران، إيران تحكمهم، الداخلية والدفاع كلها إيران مستولي عليها، هي وزارة الدفاع والداخلية. نعم. حارس الثوري الإيراني. سيد محمد أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. ويانا السيد محمد من نينوى عاود الاتصال مرة أخرى، يبدو لديه ما يقول. تفضل يا سيد محمد، حياك الله مرة ثانية. أستاذ العزيز أشونك. الله يسلمك. أستاذ تأتي أستاذ، أنا قلت لك أنا 8 فرات. نعم. خليت مكان ما قدمت على أبسط شيء رعاية. نعم. معية اللي ما عنده واسطة ما يمشي شغله. نعم. اللي ما عنده فلوس ما يمشي شغله. إيش قد يريدون منك؟ آه؟ إيش قد يريدون منك حتى يمشوا لك المعاملة؟ 8 ورقات، 6 ورقات، 7 ورقات، وين؟ واعيش. نعم. أستاذ والما عنده على سود وجههم أسع وداربين صورهم يدورون انتخابات. والله لو هاي الحكومة لو بيضة بيدي أضربه والله. سيد محمد، إش قد ممكن ينطوكم بالرعاية الاجتماعية وراء هاي المعاناة كلها؟ أستاذ العزيز ينطوني بالشهر 200 ألف قدر الإمكان أقدر أعيش، يعني هسه يعني فرد مرة مقفر. هاي الميتين ألف شو تسوي؟ الميتين ألف هاي شو تسوي بهاي الظروف؟ أحسن من ماكو، شو أسوي؟ بس أخذ حق إيش أسوي أستاذ؟ الله يكون بعونك. إي والله أستاذي
هسه يعني بس 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 العتب مو على الحكومه، العتب على تعرف شلون استاذ؟ اي هسه ورا ايش كم يوم كلها يروحون يركضون على الانتخابات صح؟ ايه اكو ناس يبيع صوته، يبيع صوته نعم على 50,000 على 150,000 كلها من فلوسه ماخذون اسمهم بالشتمه مالهم بفلوس. نعم نعم ايه العتب مو على الحكومه، العتب على الشعب. وصلت والله ما اروح على الانتخاب اروح اضربه فيه ما ادري. نعم ولا حتى تضربهم فيه ما تحتاج تروح. اي والله سيدي محمد انا اشكر حضرتك مره ثانيه للمشاركه. يعني هناك لوم يلقى على الشعب العراقي من كثير من العراقيين، يلقى اللوم على الشعب اكثر من القاء اللوم على الحكومه، ويقول كثيرون ان الشعب هو المذنب فيما يحدث، هو السبب ويتحمل نتيجه اخطائه، انتخب هؤلاء في أكثر من مرة وصدق بهم وبالتالي يتحمل نتيجة الفوضى التي يمر بها العراق. وصلت مرحلة اليوم العراقي ينظر إلى هذه الحكومات أنها خلص حكومات ميؤوس منها، مجموعة من الفاسدين اللصوص القتلة من كبيرهم إلى صغيرهم بدون استثناء، وكل الأحزاب طبعا المنضوية ضمن هذه الحكومات. ويقول بأن العتب على الشعب العراقي، على كثير من العراقيين الذين رضوا أن يكونوا تحت هذه الحكومات ويذهبوا في كل انتخابات ليشاركوا فيها ويدلون بأصواتهم. طبعا هذا الموضوع كان في بداية الانتخابات الأولى، لكن مع مرور الزمن طيلة هذه السنوات الماضية بدأ الوعي يزداد داخل عقول الناس في العراق، وبالتالي هنا وصلنا إلى مرحلة اليوم خاصة مع ثورة تشرين والنتائج التي أفرزتها هذه الثورة من كشف الكثير من الزيف والأقنعة والكذب التي أو الذي مارسته حكومات الاحتلال. وصل اليوم العراقيون إلى حقيقة يعني قناعة أنهم لابد أن ينتهوا من هذه الحكومات ويخلصوا منها بشكل من الأشكال. السيدة أم ستار من بابل تفضلي. استاذ احنا عانى من بابل هنا يمنى الهوية قام يشترون مال الانتخابية بميت برقة برقة يعني هوية الانتخابات؟ اي وانا عندي ابني خلص كليه وخلص ماجستير وكل ما يروح للشهاده مالته يقول له لا ما نضيفه مو من حقك انت بعد هسه وحتى ماجستير والله عنده وبرقبته سبع جهال نعم وانا وياهم ثمانيه ويراجع ويرجع لي ورا انا اقول له ها ببغداد يروح ببغداد قلنا ما جتنا وعلى رانا وعلى يوم سنتين مدى يقدر يحصل على وظيفه. اي والله هي انا قلت لك عنده يعني بكالوريوس نجح فيها الحمد لله والقبلها كليه والقبلها يعني شايل ثلاثه عنده والحمد لله ثم يقول له بعد ما جتنا وما يضيفوا لي وجاء وعنده سياره السياره ما تشتغل والله يوم نوبات بلش النهار ما يشتغل بيها. نعم. وعنده سبع جهال ومرته وانا وياه. سيدة أم ستار مو ظلم أنه ابنك اللي تعب على نفسه ودرس واجتهد ما يحصل على فرصة عمل، وكثير من النواب داخل هاي الحكومة جايبين شهادات مزورة ومنهم ما مخلص حتى ابتدائية. والله يا ابني تلفنا يعني الدم بعيوننا يلا وصلنا للماجستير الله شاهد عاد أني أخذ لي 350 كنت موظفة معمل الحرير ينطوني 350,000 نعم وهم يقطعون منهم خمسة يصل لنا 45 فوق 300 نعم وهذا اللي عندي واشكرك انا رحم الله والدي والديك يا سيدة أم ستار انا اشكر حضرتك شكرا يعني جزيلا للمشاركة نتمنى صوتك يصل الى من يهمه الامر نعود ونقول هذا الكلام دائما لانه من يحكمون العراقيين اليوم أو من يحكمون العراق لا يهمهم الأمر وبالتالي تركوا الوضع على ما هو عليه والبلد يسير نحو الهاوية بشكل متسارع في ظل هذه الضغوطات الكبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاجتماعية المتدهورة الأمنية المنهارة الظروف السياسية الفوضوية والبلد المخترق من كل جوانب وصل اليوم المواطن العراقي إلى هذه المعاناة إلى تعنيف أسري
إلى تشظي مجتمعي، إلى عمالة أطفال وتعنيف أطفال وهروب من المدارس وتعليم سيء للغاية، إلى هذا الحال أنه اليوم الذي يجتهد ويدرس ويتعب على نفسه وأسرته تتعب عليه ما يحصل على فرصة عمل في البلد الغني، البلد الذي من السهولة جدا أن يوفر أي فرصة عمل لأي إنسان، لكن لو استغلت الموارد بشكل صحيح. رسالة لدينا من أبو يحيى يقول: كل هذا اللي وصل إلى المجتمع العراقي بسبب الحروب والدمار اللي تقصدت تسويها أمريكا وإيران بحق دولة تصدرت أرقام قياسية بالتطور في السنين السابقة، وحسبي الله ونعم الوكيل. للأسف فعلا البلد الذي كان يضرب به المثل بالتطور والازدهار وصل اليوم الحال به إلى هذه المستويات المنهارة على كل الصعد. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.